رشيد عساف بيئته بدوية عمل في بيع العلكة ويرفض الأدوار الجريئة، تزوج في سن متأخر وأسرار أخرى عنه. رشيد عساف فنان سوري عرف بتقمص الأدوار المتعددة والمتنوعة التي دفعت به إلى الصفوف الأولى منذ بداية مشواره الفني الطويل لأكثر من 30 عاما. الفنان السوري رشيد عساف يبلغ من العمر 60 عام، وهو من مواليد حوران في سوريا بتاريخ 13 من أغسطس في العام 58. درس رشيد عساف الأدب الإنجليزي على حين أن والده كان قد وعده بدراسة الإخراج في إيطاليا، إلا أن حالتهم المادية لم تكن تسمح بذلك. كانت عائلة الفنان رشيد عساف دون مستوى الوسط من الناحية المادية، لكنها ذات مستوى مرتفع من ناحية المحبة والإنسانية. كان يسكن في حي القيمرية بدمشق، وعمل في بيع العلكة والصحف والمجلات وأمشاط الشعر وغيرها برفقة أشقائه لمساعدة والدهم في مصروف المنزل. كان والده يعمل مصورا على كاميرا قديمة، وكان يرافقه دوما، ولذلك شاهد الكثير من الأفلام، حيث كان يدخل إلى السينما للبيع خلال أوقات الاستراحة، ولا سيما سينما الحمراء بدمشق. وعمل بائعا هناك لتمر الأيام ويقف على خشبة مسرح الحمراء ممثلا، وفي تلك اللحظة تذكر كل التفاصيل، وكانت لحظات مميزة. وبالتالي طفولته التي يقال عنها معذبة هي بالنسبة له ذكريات جميلة ومميزة. نشأته في حوران ساعدته على تجسيد الكثير من الشخصيات البدوية، وفي مقدمتها دوره في المسلسل الشهير رأس غليص، الذي أصبح من أهم الأعمال البدوية عربياً. إن انتماء رشيد عساف إلى حوران، وهي منطقة تتحدث بلهجة بدوية، ساعدته كثيرا في تخطي صعوبات اللهجة، فاللهجة البدوية ليست بعيدة عنه. حيث أن المسلسلات البدوية التي شارك فيها تحتاج لابن بيئة لا يتقن اللهجة فحسب، بل يعرف بيئتها ويعرف كيف يعيش ويتصرف كبدوي خالص، وهذا ما ميزه عن أبناء جيله وحقق من خلالها نجاحات كبيرة. الفنان السوري رشيد عساف تأخر في الارتباط الزوجي وإنشاء أسرة بسبب انشغاله في الفن، ولديه ابنتان أليسار ومعنى اسمها يا رب ساعدني وسارة، وكان قد قال بأن علاقته بهما أكثر من ممتازة، فهو أب ديمقراطي لأبعد الحدود. بداياته الحقيقية كانت في المسرح الجامعي في السبعينيات، والذي صار من أبرز نجومه، ثم انتقل للعمل في المسرح القومي وقدم مجموعة من المسرحيات. قدم مجموعة من المسرحيات على خشبة المسرح القومي، ثم عمل في فيلم الأرجوحة وفيلم اللعبة، حيث كانا نقطة ارتكاز للدخول إلى عالم الشاشة، وأيضا مسلسل البيادر. كما شارك سينمائيا في بطولة فيلم الحدود إلى جانب الفنان دريد لحام.
وعمل أيضا في مسلسل البيادر ثم الجذور الدافئة ومسلسل دائرة النار، بينما كان مسلسل البركان الأهم والأوسع انتشارا. يعد الفنان السوري رشيد عساف من أوائل الفنانين الذين مثلوا أدوارا في مسلسلات الفانتازيا، بدأها عبر مسلسل البركان ثم الكواسر والفوارس والبواسل. برع في الأعمال التاريخية من أمثال البحث عن صلاح الدين أبناء الرشيد، وفي إطار دراما البدوية قدم مسلسل راس غليص بجزئيه الأول والثاني. وفي السنوات الماضية انضم عساف إلى سلسلة الأعمال الشامية البيئية، ومن أهم ما قدمه مسلسل طوق البنات بأجزائه الثلاثة. الفنان السوري رشيد عساف يرى أنه ليست بعض الأعمال الشامية هي التي تقدم دلالات التخلف فقط، وإنما تلك الأعمال التي يقال عنها زورا أعمال الجرأة ترتكز أيضا على التخلف. ويضيف: فعندما نقدم أعمالا تقوم كليا على فكرة الباطل وتحريك غرائز الجمهور فهذا يعني أنها أعمال إباحية وليست منطقية، إذ لا حدود للجرأة فيها وبالتالي فهي تخدش الحياء. رشيد عساف يرفض تماما المشاركة في هذه الأعمال الجريئة ويطلق عليها المجانية، ويشترط في العمل أن تكون الجرأة ضمن سياق الأحداث وتهدف إلى إبراز خطأ مجتمعي معين وبالتالي معالجته، فهذا الدور لا يرفضه لأنه من الواقع المعاش. دخل رشيد عساف السجن في مرحلة مراهقته، حيث عمل كمعقب معاملات في الهجرة والجوازات، وخلال عمله اختلف مع أحد الموظفين فقام بضربه وتم حبسه في السجن لمدة أسبوع. يرى رشيد عساف أن دراما لابد أن تتأثر بما يجري حولها من أحداث واضطرابات نظرا لغياب عامل الاستقرار، لكن الدراما السورية حتى الآن لم تتأثر ذلك التأثر الذي يدل على قرب سقوطها أو انهيارها كما يزعم البعض. يضيف: صحيح أن المسلسلات أو الأعمال السورية انخفضت من ناحية الكم، لكنها واصلت التألق من ناحية الأفكار ومن ناحية الأداء من تمثيل وإخراج وغير ذلك.